في نقطة دكتور هاني أبو الفتوح أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفي. يا دكتور هاني مساء الخير. أهلا بحضرتك، مساء الخير عليكي وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير. أهلا بحضرتك. طيب إحنا عايزين نفهم النظام القديم للمستوردين اللي كانوا بيستوردوا بضائع من بره كان شكله عامل إزاي، وبعد قرار البنك المركزي هيكون شكله عامل إزاي، هيكون مفيد أكتر ليهم بالنسبة يعني مفيد إزاي؟ عملية التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير هي عمليات فنية مصرفية، وكان بتتم في جميع البنوك العالم من خلال وسيلتين. الوسيلة الأولى هي الاعتمادات المستندية، والوسيلة الثانية هي مستندات التحصيل. في الاعتمادات المستندية البنك بيكون وسيط ما بين البائع والمشتري، يعني المستورد والمصدر. وفي مستندات نظام مستندات التحصيل العلاقة بتبقى مباشرة ما بين المستورد والمصدر، ودور البنك ان هو بيحول الحصيلة، بيحول قيمة الشحنات الى المصدر في الخارج. أيوة. الاعتماد المستندي ده نظام يعني مستقر عليه عالميا وبيعطي حماية للأطراف، إنما العلاقة ما في المستندات التحصيل ما بين الطرفين وبيعتمدوا على العلاقات السابقة مع بعض. المشكلة يعني مستندات التحصيل اللي هو هيتم العمل بيها بيبقى ما بين المصدر والمستورد، بينهم وبين بعض. بينهم وبين بعض البنك مجرد ان هو بيحول قيمة الشحنات الى المصدر في الخارج. أيوة. المشكلة بتاعت الاعتمادات المستندية ان هي تكلفتها اعلى. أيوة. في مقابل انها بتدي الحماية للأطراف، كافة الأطراف. النظام اللي كان شغال يعني الأكثر يسرا في الاستيراد والتصدير اللي هو مستندات التحصيل اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي، اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي، اللي احنا هنعود خلاص ليه. الاعتمادات المستندية دي اتلغت خلاص؟ لا مش اتلغت يا فندم، هي قائمة اتلغتش، انما هو يعني في بعض الاعتمادات عمليات الاستيراد والتصدير المصدر في الخارج ما عندوش علاقه معرفه بين المستورد عندنا، فبيشترط اعتماد مستوردي. فدي على حسب الاتفاقات اللي هي خارج نطاق البنك اللي هي ما بين المستورد وبين المصدر. لا بس هو البنك المركزي بيطلع قرار ان هو بيلغي العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل مرة اخرى بمستندات التحصيل. يعني هو كان لو نرجع كده لقرار بتاع شهر فبراير، قرار البنك المركزي كان بيمنع المستندات التحصيل وبيخلي كل الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية. هو بيلغي القرار ده نفسه، انما هما الاثنين متاحين دلوقتي. فنفترض ان هيبقى 90% من المستوردين هيفضلوا ان هم يلجأوا الى مستندات التحصيل لانها هي الاقل تكلفة والاكثر مرونة. فده بالنسبة لهم هيكون احسن دلوقتي. هو بالنسبة لهم هيكون يعني احسن، طالما العلاقات ما بين المصدر والمستورد علاقات والاثنين في درجة كبيرة من الثقة، وفي ممكن يبقى في تسهيلات في الدفع من المصدر في الخارج. تمام. نشكرك جدا دكتور هاني أبو الفتوح أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفي.